السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو مع آخر ما لدينا من صور عن هذا الملعب، واللي لاحظ أنه العملية تاع وضع الكراسي في المدرجات العليا مازال متواصلة، ولا ربما تنتهي في نهاية الأسبوع هذا. وكذلك نلاحظ أنه العشب الطبيعي مع لاروزاج والبونداج، يعني القص والسقي، بدا ياخذ الشكل ديالو، يعني النهائي لا ماتوريتي، بدا ياخذ لا ماتوريتي تاعو. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.